السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك أستاذ محمد؟ أنا طيب، أنت شلونك؟ الله يحفظك، الله يسلمك. ويسلمك حبيبي. قل لي وياك علي. علي علي شيعي وياك علي. علي أنا من العراق. طيب علي، قل لي علي، أنت مين بتقلد؟ الله يحفظك، أقلد السيد علي السيستاني. يمه يخوف السيستاني. لا بالعكس، رجال مسالم. مش مسالمك. والدليل الفاتيكان، لا الدليل الفاتيكان زاره وكل اللي لا الدليل الفاتيكان زاره لان الناس بس محترمين. لا الفاتيكان زاره لان الفاتيكان ناس محترمين، ولكن السيستاني مش محترم. أكيد هم محترمين، أكيد هم زاروا محترمين، إذا هو محترم. كيف والله شلون مو محترم؟ هل واحد يأمر بقتل من يترك الإسلام بيكون محترم؟ أثبت لي السيد السيستاني. لا بغير ما أثبت، فقط الإسلام. الفكرة. لا أثبت لي. لا مو فكرة يا أستاذ محمد. ولكن معلش الآن. لا أستاذ محمد. لحظة خلينا أولا نتفق. لحظة علي. تفضل. خلينا أول حاجة نقول، اللي يأمر بقتل المرتد عن الإسلام يكون محترم؟ السيد السيستاني إذا يريد يقتل العام 2014. أي واحد يأمر بقتل المرتد يكون محترم؟ بالنسبة عندنا احنا شيعة. أنا هسه لو لحظة أستاذ محمد، أنا هسه لو جاري مسلم بس اسمح لي غير السؤال. لا ما أسمح لك. سؤالي واضح، اللي يأمر بقتل المرتد بيكون محترم؟ لا مو محترم. حلو، ابقى معايا إذا مو محترم. حلو جميل، خليك معي. أوكي تفضل. أوف 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 آه. ليش يتيا بعد قلبي يا سيستاني؟ ليش يا سيستاني ليش؟ أوف 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 أوف. يقول الإمام المرجع السيد علي السيستاني في أي كتاب هذا؟ في منهاج الصالحين. يقول في المسألة 967، يقول المرتد وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين، فطري وملي. والفطري من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليهما ثم كفر، وفي اعتبار إسلامي بعد التمييز قبل الكفر وجهان، والصحيح اعتباره. وحكم الفطري أنه يقتل في الحال. ها وتبين وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدة الوفاة على ما تقدم، ثم تتزوج إن شاءت، وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثتي بعد أداء ديوني كالميت، ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقا على المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. ثم يقول وأما المرتد الملي وهو يقابل الفطري فحكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. شنو رأيك الآن؟ يا كتاب هذا أستاذ محمد، هذا منهاج الصالحين، تقدر تعرضه إلي لو ما تقدر؟ ممكن أعرضه إليك، ولكن روح ادخل في صفحة السيد علي السيستاني، عرفت كيف؟ في كتاب لا منهاج الصالحين. لا أنا داخل. لا هذا الحكي أبد ما موجود. اقرأ المسألة. من الكاتب؟ من الناقل؟ الناقل منه؟ من الناقل أستاذ محمد؟ الناقل منه؟ الكتاب من الصفحة الرسمية. إيش بيك أنت؟ الكتاب هذا الكتاب موجود عندك كتاب؟ لا وموجود في الصفحة. السيد علي السيستاني لو يريد يكتب جانب علي السيستاني. اسمع يا علي الآن احنا أثبتنا أن علي السيستاني، أنا حكيت لك المسألة بالموضوع، المسألة 967 من كتاب منهاج الصالحين. الآن أنت قلت اللي يأمر بقتل المرتد غير محترم، فيا أما أنك كذاب مثل بقية الشيعة. لحظة بتكلم. يا أما أنك كذاب. لا مو كذاب. خلينا نشوف إذا كذاب لو لا. يا أما أنك كذاب مثل بقية الشيعة واتقي دينك ودين آبائك، عرفت كيف؟ مثل ما قال إمامكم. ويا أما أنك تأتي وتقول السيستاني إنسان غير محترم، لأنه إحنا أثبتنا بالمسألة وبالرقم وبالكتاب وبالصفحة، عرفت كيف؟ أن السيستاني يأمر بقتل المرتد، وحسب قولك أنت تقول الذي يأمر بقتل المرتد إنسان غير محترم. كمليت يا أستاذ محمد. أحداث عام 2014 وأنت تدري بيها. لا اقرأ لي. من اللي يخلص اللي يزيد والمسيح؟ لا 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 ما أسمع. إحنا نتكلم في موضوع قتل المرتد.
الآن السيستاني أمر بقتل المرتد بآل الكلام ولا لا؟ لا السيد السيستاني ما يأمر، السيد السيستاني ما يأمر الآن. هذا الكتاب كتاب يخرب بيتك يقول يقتل في الحال. عرض الكتاب، عرضه قدام الناس، عرضه من هذه الصالحين يخرب بيتك. عرض الكتاب والصفحة والرقم. طيب طيب السيد السيستاني ليش ما قال الآن هذا الكلام كلام الأولى؟ قتلوا المرتدين. لا 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 قبل هذا، هذا الكلام كلام الأولى. لا مو كلامه، مو كلامه، والله مو كلامه. كذاب. ليش كذاب؟ لأن ببساطة شديدة أنا أعطيتك اسم الكتاب واسم المسألة. يا أخوة يا أخوة اكتبوا اكتبوا قتل المرتد علي السيستاني في الجوجل، وراح يعطيكم صفحة عليها صورة علي السيستاني، وادخلوا راح تشوفون فيها أجوبة. اسكت شوية، اسكت اسكت اسكت، يكفي كذب. أم كاذبة من أولكم لآخركم. هذا الكتاب هذا لما تدخلون لصفحة علي السيستاني، صفحة الرسمية مش كلامي أنا، صفحة الرسمية، ها في المسألة راح تشوفون في مسائل، عرفتوا كيف؟ تشوفون في مسائل يبتدي من صفحة من مسألة 957، انزلوا تحت شوية راح تشوفون المسألة 967، راح تشوفون هذا الكلام في صفحته. وإذا ما صدقتم نزلوا الكتاب تبعه في الجزء الثالث يقول هذا الكلام، وابحثوا في المسائل لأنه طبعا عن طبعة تختلف، عرفتوا كيف؟ في المسائل، المسألة 967 السيستاني يقول بأن المرتد هو اثنين، فطري وملي، والاثنين يقتلى. علي وياك علي، أولي يا سيستاني، أولي سويت بدباعك يا سيستاني. أول شيء أستاذ محمد، أستاذ محمد لا. أول شيء هذا التصرف ما يليق بك. لا 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 من تحكي، اسمع من تحكي، من تحكي وياك ما دام أنا محترم، خليك محترم. محترم غصبا عن سيستانية الجواد، وعن خمينيكم الجواد، وعن علي بن أبي طالب الجواد، وعن الحسين الجواد. هذا كلامك انت. لا لا أصلاً ما حد يعترف بك انت. هذا الجواد هو شوف. لا هاي لا هذا أخي أنا مش ملحد، أنا مسلم من نفس طائفتكم، من نفس دينكم، من نفس جماعتكم، من نفس تربيتكم، من نفس مساجدكم. الآن أنا لو كنت ملحد ما أعرف أن السيستاني يقول هذا الكلام، لكني مسلم. ليه؟ لأنه دارس كتب السيستاني، دارس كتب علماء الشيعة، دارس كتب مراجعكم، عشان هيك. ولكن تجي تقول لي أنه أنا مش محترم، أنا محترم غصبا عليكم، على الأقل مش مثل نبيكم الجواد إبراهيم. تجي على هذا أخلاق، لا هذا أخلاق سيستانية. لو أنتوا عندكم شرف أيها الشيعة، لو جواد واحد منكم ما طلع، واحد جواد واحد يقدر يخالف السيستاني في هذا. أنت الآن بنفسك قلت الذي يقول بقتل المرتد غير محترم. دخلني أنا لا قدرت عليها، مش أقدر عليها، أقدر أتحداكم كل شيعة العالم، لو فيكم مرجع واحد من المراجع مثل السيستاني ومثل شيرازي ومثل حتى علي الخامنئي، ما عدا كمال الحيدري الخجلان الشحروري، لو أنتم رياجيل اعملوا معايا مناظرة في حسينيات وقدام الناس، أتحداكم كل شيعتكم. نشوف هذا، وفي هذا الموضوع بالخاص بالأخص تقدروا ولا لا؟ لا اللي ينشبه هو علي بن أبي طالب، اللي انضربت زوجته مثل الجواد ما عمل حاجة. على فكرة الناس تعتقد أنه أنا فقط أسبها كذا أقول علي بن أبي طالب جواد، لا، علي بن أبي طالب مثل ما ذكر غير واحد من علماء الشيعة، يعني لما ذكروا قالوا وكيف أن أم كلثوم لماذا زوجه لعمر بن الخطاب؟ هذا عمر بن الخطاب اللي الشيعة كلها جالسة تسبه ليل نهار، قال ذلك فرج غصبناه. علي بن أبي طالب الجواد اغتصبت فرج بنته وهو جالس بين الصحابة، وأخوه الحسن الجواد الثاني أخو أم كلثوم طبعا ابن علي تنازل عن الخلافة لمعاوية. والحسين عادي جدا كان يشوف أبوه يرضى باغتصاب أخته جواد مثله، لأنه ابن الوزع عوام، جواد مثل أبوه ما عمل شيء. هتعتقدون أنه أنا جالس أسب هذول الناس؟ أنا ما بسب، أنا أعطيكم الصفة نفسها بكلامهم، هم قالوا ذلك فرج غصبنا. أنا دخلني
هذا علي بن أبي طالب أسد الله الغالب ليث المشارق والمغارب اغتصبت بنته. جواد ما يقدر يسوي شيء، ما رفع حتى السكينة فواكه، رغم أن نبيكم يقول من قتل دون عرضه فهو شهيد، ولكن الجواد ما ينقتل دون عرضه. ليش؟ لأنه ما راح يدافع عن عرضه. مثل النبي الجواد إبراهيم، أخذوا زوجته قدامه قال لا عشان ما يقتلوني خليني أعطيكم إياه، لكن أنتم عندكم شرف، أنتم ما عندكم شرف. نسوانكم الآن في نجف وكربلاء العشرة منهم $50، طبعا شوي الكبار في السن، الصغار شوي أغلى. الناس ما صارت تروح لتايلاند وتروح لماليزيا عشان النسوان، أو تروح للبنان عشان النسوان، وإنما جالسة تجي تروح لعند سوريا طبعا فيها حروب وكذا. الآن اللي بيدور نسوان وبيدور وناسة كلهم بيجوا للعراق عند قواويد الشيعة. ليش تعتقدون أنه أنا الآن جالس أسب هذول الناس؟ أنا بأوصف لكم الحالة، حالة هذول الناس جعلوا من العراق، من جنوب العراق مركز للدعارة باسم الله وباسم الرسول هنا في السويد يا أخوة. تعتقدون هذا الكلام فقط في العراق؟ قبل سنتين والله العظيم بالبونت العريض هكذا في التلفزيون وفي الجرائد، الدعارة باسم الإله جابوا أغلب المعممين الشيعة في هنا في السويد، جابوا معممي الشيعة والمعمم الجواد، أقول لك المعمم الجواد رسمي بيتصل أنا أريد بنية وأنا عندي كذا بنية ولكن لازم تدفع 5,000 كرون، 5,000 كرون يعني $500، عرفت كيف؟ وعادي يروح يدفع 5,000 كرون يبات ويا وحدة 3 أيام، أنا أعقد لكم وأنا عندي لي 10%، الجواد بياخذ 500 كرون على العقد. طبعا أمة محمد عليه الصلاة والسلام شو راح يكون اهتمامه إذا نبيك أنت كان واحد نسوانجي؟ ألا صحابتك وأهل بيتك شو راح يطلعوا كلهم هكذا؟ أتباع شيعة شو راح يطلعوا كلهم هكذا؟ قواوين لما السويدين فضحوكم حطيتوا رأسكم بالتراب مثل النعامة. ليش؟ لأنه ختموا على قفاكم أنتوا الشيعة خاصة في السويد على أنكم قواويد، أئمتكم اللي بتروحون وراهم ويلطمون ويقرانكم القراية مال الحسينيات كلهم قواويد بالسويد. هذا بلا خبر مش كلامي على فكرة، مش كلامي. طيب ما علينا، المسامح كريم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل هذين الطائفتين فينا يا رب.